ايضا سيعرف عودة عبد المؤمن جابو. نبدأ بتشكيلة فريق اتحاد عنابة. سمير قنس في بزغبة، العائد هو الآخر إلى عارينه مصطفى ردواني، سعدي فرحاني هواري من اليمين لليسار في محور الدفاع، بدران عبد القادر. انطلقت المباراة لصالح فريق اتحاد عنابة. مباراة جيدا كيف لا، والذي توج معه بكأس العربية الراسية، تدخل مباشرة يقول كرة عبد المؤمن جابو يرفعها، ممتازة من عبد المؤمن جابو، العائد من هناك، هاتي الكرة بالرأس، الخطأ الخطأ، ماذا ضيعها، ماذا ضيع الحبيب بوكلمونة في هاتي الكرة، ضيع ما لا يضيع في هاتي الكرة، يا قام بالصعب، راوغ حارس المرمى عن زملائه الذين صعدوا في مقدمتهم او في مقدمتهم اللاعب الذي سينفذ هذه الكرة الثابتة مرفوعة، جميلة التدخل، ما زالت على مرتين تعود الكرة الثانية، مقابل صفر فاز بعد هذه الكرة من عبود سمير، توغل عبود سمير، واصل عبود سمير، وزعها ولكن ضاعت. إسلام بكير أخطأ خشبات المرمى، إسلام بكير الكرة الأولى من ربيعي، الكرة الأولى والثانية سقط ونهض، اللاعب عبود وزعها، ردها العارس ولكن التسديدة كانت قوية فوق خشبات المرمى. الفرصة الثانية في المباراة لم يتمكن الوفاق من الوصول إلى مبتغاه. نعم يعني فرصة تقريبا شباك فارغة، وكان على اللعب يعني استعمال على الأقل بطن القدم وعدم يعني قذف الكره يعني في 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 العلو في الارتفاع. المؤمن اجبرته عناصر الاتحاد على الخروج من منطقتها، التوزيع من فرحاني بن مالك الى الركنيه. الركنيه الثانيه للوفاق مرفوعه هذه المره جيدا والراسيه، ماذا يقول حكم المباراه؟ المواصله ثم ماذا؟ 55 عناصر الوفاق تحتج وتحتج وما عليها أن لا تحتج، لأن الفار غير موجود حتى يأتيكم بالخبر السار. سنشاهد الإعادة بعد لحظات، طالبوا بلمسة يد في منطقة عمليات فريق اتحاد عنابة من قبل أحد المدافعين بعد هذا التنفيذ المحكم من دبيح الراسية. اصطدمت، هل اصطدمت بيد المدافع معيزة؟ ها هو معيزة، هاي الراسية، لا نشاهد شيئا والله، لم نشاهد هاي الكرة، هدف مقابل صفر او بثنائية مقابل هدف، لن يلعب بهذه الطريقة. توغل اسلام بكير وبحث عن ركلة الجزاء ولكنه سدد الى الخارج، هاي شاهد كيف توغل بين اللاعبين حتى المدافعين كانوا اذكياء. نعم زاوية مغلقة يعني، بل نفوز بها ونتأهل، لا يهم الأداء بقدر ما تهم النتيجة وهذه المحاولة. ماذا يقول حكم مرفوعة الركنية؟ التدخل من الدفاع، ما زال الخطر على مرتين، الحكم لم يفض هذا النزاع بصافي. تتوالى الركنيات وتتوالى المحاولات والنتيجة على حالها، خروج بن مالك بقبضة اليد، لأن الاتحاد ملتف جيدا حول حارس مرمى. الهدف الاول، والهدف الاول عن طريق الحبيب بوكلمونة، جاء الهدف للوفاق في هذه الدقيقة 29 في وقت كنا نقول بانه لا حل اخر ان اراد اخراج فريق اتحاد عنابة من منطقته سوى تسجيل الهدف. وتحدثنا عن النشاط المتواصل والاجتهاد المتكرر من جانب فرحاني الظاهرة الأيسر، كيف وزع بعد كرة بالمليمتر من عبد المؤمن جابو بالرأس، ردها وجدت بوكلمونة، لا يتسامح في مثل هذه الوضعيات، افتتح باب التسجيل للوفاق وبعث المباراة من جديد. نعم يعني تقريبا نفس اللقطة منذ دقائق، يعني التمريرة في العمق في ظهر الدفاع من لاعب جابو للاعب فرحاني ليتقدم كثيرا أمام زميله الثنائية، هاي كرة لبوكلمونة ورايعة من بوكلمونة، الثنائية الحبيب بوكلمونة هو الأمام باتجاه عبد المؤمن جابو، يلعب في العمق الكرة بين لاعبين، ماذا يقول حارس بن مالك؟ الحارس بن مالك يتفوق في خروجه، هذا هاي الكرة من عبد المؤمن،
باتجاه دبيح، قدم رجله ولكن اللعب على الجهات اليمنى. بكري اسلام يريد ان يراوغ، يريد ان يبحث عن الحل الفردي والصحة. ريعه. ماذا ضيع الوفاق؟ ماذا ضيع بوكلمونة؟ وماذا ضيع دبيح ايضا في مناسبتين؟ الاولى لم يصل عليها بوكلمونة، والثانيه لم يصل عليها بل وصل عليها دبيح، ولكنها كانت عاليه. مجهود فردي رائع من اللاعب بكير اسلام. نعم خطوره كبيره في مرحلته الاولى بتفوق الوفاق، هدف مقابل صفر. الهدف وقعه الحبيب بوكلمونة. زغبه مصطفى في حراسه المرمى، وردواني وفرحاني من اليمين الى اليسار، بدران وسعد في محور الدفاع. من دفاع الوفاق يستقبلها بكير، ما زال الخطر لمصلحة الاتحاد. في القائمة الثانية في لاعب متحرر، ولكن الكرة من خارج. شوفوا الفريق اتحاد عنابة، وإن كان يعني تقدم نوعا ما يعني الأمام، وشفنا يعني حوالي دبيح اللي هو لاعب يعني جناح أيسر نفس المنصب يعني. الكرة هذه هل سيصل عليها؟ لا لم يصل عليها، إلى الخمسة أمتار وخمسين. رضواني الآخر لا يريد أن يستسلم أمام الوفاق. التوزيع وخروج البدران وحتى قشا، الصراعات الثنائية دايرية الرأسية على مرتين إلى الخمسة أمتار وخمسين. بوكلمونة الحبيب تابع هاته الرأسية، هاي الرأسية من بدران لم تكن بالرأس، تابعها بوكلمونة حبيب ولكنها كانت بعيدة. هيا فت سيحتسبها، هاي الكرة الثابتة بعيدة بعيدة. أين هو شريف قطاي؟ هكذا اللاعب السابق للقيادة في الخلف. عاد المعيزة، الهجمات المرتدة الآن، بدأ يخرج في سلاحه، بدأ يخرج في أفضل ما لديه. التسديدة من هناك، اتحاد عنابة الآن أصبح يلعب على المرتدات. اتحاد عنابة الآن أصبح يدرك هذا صاحبي بأنه فريق وفاق سطيف سيرمي التنفيذ. زياني نبيد عالية جميلة ممتازة، خروج قشة باليد تلعب على مرتين بالرأس. الآن الكرة الثانية تسترجع بسرعة، عبد المؤمن جابوا جدارين دفاعيين. التمريرات القصيرة واصل، راح. ماذا ضيع قشة؟ قام بالصعب والسهل، أرمى الكرة بطريقة اللاعب المتسرع، اللاعب الغير محضر بسيكولوجيا. شاهد كيف أرماها راس وراس الحارس. نعم يعني كان مجهود فردي وانفرد بالحارس وضرب يعني تسديدة خاطئة تماما وضيع يعني. على المدرجات بها الهواتف المحمولة، اللوحات، هاي كرة، هاي صعبة. أنقذ زغبة مرماه من هدف محقق عن طريق ربيعي حمزة الذي انفلت على الجهة اليمنى، توغل وسدد في لحظة. لعب وسط الميدان. نعم هاي كرة. بوكلمونة يضيف الثاني. الحبيب حبيب جماهير الوفاق اليوم يضيف الثاني ويعود بالوفاق في هذه المباراة. يعود في الوفاق في المباراة في الدقيقة 71. المباراة أصبحت مثيرة وصعبة وكبيرة، والتوزيع رائعة، والأروع منها رأسية بوكلمونة الذي أضاف الثاني. هي مباراة بعد توزيع من فرحاني. فرحاني كان ممتاز ايضا، هواري باتجاه الحبيب، انتظر وتردد. عاد المعيزة، ولكن لا تتردد ولا يجب ان تنتظر امام مهاجم من حجم الحبيب بوكلمونة. نعم ايضا مهاجم يعني استغل يعني ولكن الى حد اللحظة الوفاق يعدل النتيجة مقارنة الثالث للوفاق. إنه الهدف الثالث عن طريق إسلام بكير. غفلة دفاع فريق اتحاد عنابة، سقط أمام الوفاق المكير.
بكير المكير فعلها باتحاد عنابة وأضاف الهدف الثالث. لم يفطن بعد من الهدف الثاني حتى جاء بكير المكير وأضاف الثالث للوفاق في مباراة هيتشكوكية إلى حد الآن في سيناريو مريب ومرعب وكبير. شاهد هذا التوغل وهذه القوة في التوغل على الجهة اليمنى والتوزيعة وجدت من إسلام بكير المكير الذي أضاف الثالث للوفاق الذي أصبح متأهلا الآن. نعم انهيار يعني فريق اتحاد عنابة، تلقي يعني هدفين في حوالي دقيقتين، وأظن أن التغييرات التي أجراها فريق وفاق سطيف بدخول غشة ودراوي أنعشت نوعا ما اللعب وسرعة الآن في النصف. الفارق فيصل صفيح، هاي الكرة لقشة قشة قشة قشة، يا سلام يا سلام يا سلام على قشة، يا سلام على قشة، يا سلام على قشة، أنهى بطريقة أوروبية عالمية بهدف قلما نشاهده في الملاعب الجزائرية. قشة خدات وغل واصل رفع راسه وشاهد الزاوية من هناك، الزاوية البعيدة التي لا يحبدها حراس المرمى، وضعها وكأنه وضعها بيده. هكذا استرجعت الكرة، وهكذا في بداية نسج هذا الهدف ماذا كان يفعل القشة؟ رفع راسه وضعها في الزاوية هناك، لا بن مالك ولا بوفون ولا أي حارس آخر بإمكانه أن يصد هذه الكرة لأنها لعبت بالمليمتر ولعبت بدقة.